عاير تونس رايكم يبدل. نسلم عليكم برشا طريق السلامة، إن شاء الله ثنية زينة ليكم الكل. نشكركم برشا لاختياركم كابا في من عاد فكركم بالفريكونس اللي تنجموا تسمعونا عليهم سواء في تونس الكبرى وإلا زادة في الساحل، زادة تنجموا تسمعونا في الشمال الغربي على 91.5 95.105.6. هات نحكي في حراير تونس من آخر مواضيعنا اللي حبينا نختموا بيهم الموسم. حبينا نحكي على سيبون بدينا في التوقيت العمل الصيفي، كيفاش التوانسة نجموا يتأقلموا مع نظام الحصة الواحدة ويفرحوا هما اللي نشوف فيه اللي كلهم اللي يخدموا نظام الحصة الواحدة الحقيقة يفرحوا، وهذا يواتي ديما مع العمل في فصل الصيف. نرحب بها برشا ورفقتنا زادة هي تيلة المشوار في نولي فام، ونقولها شكرا ليك على المرافقة، شكرا ليك على التحليل والنقاش مدام مريم جلوز مدربة مختصة في مجال حماية حرية التعبير وتعزيزها. مرحبا. سلامة، مرحبا، تحية ليك وتحية للمشاهدين، وأنا كنت فرحانة اللي رافقتكم عديد المرات أكيد. شكرا ليك. بما أنه اليوم آخر حصة في نولي فام حبينا نشكرك برشا، حبينا نقول لك يعطيك ألف ألف صحة على المشاركة في الحصة بفضلكم بفضل حرايرنا الكل بفضل الرجال زادة، ما نحبش ننسى اللي قعدوا معنا برشا رجال وحكاوا على عديد من المواضيع اللي تهم المرأة تهم الأسرة. شكرا لكم من جديد. اليوم مدام مريم دونك باش نحكيوا على توقيت العمل الصيفي، اليوم بدينا في توقيت عمل بنظام الحصة الواحدة، كيفاش التوانسة حسب تحليلك كيفاش التوانسة يتأقلموا مع نظام الحصة الواحدة ومع العمل بصفة عامة في فصل الصيف؟ نعرفوا اللي هو واتي مع العطلة المدرسية، هيت ناخذ من عندك التحليل، عندك الكلمة. هو الحقيقة التوانسة تحسهم فرحانين برشا بنظام الحصة الواحدة، خاصة أنه يعني فصل صيف، دونك الموافقين كي يخدموا بنظام الحصة الواحدة باش يوليو يلقاو أكثر وقت لعائلتهم لرواحهم باش يتفرهدوا باش يمارسوا هواياتهم، الدنيا صيف دونك يمشوا البحر إلى آخره، ففرصة أنهم يروحوا على أنفسهم، لأنه في نظام الحصتين معناها تعب كبير، تخرجوا مثلا في المدن الكبرى العباد تخرج من الصباح تروح في الليل، معناها روتين كبير نتاع خدمة مع صعوبات التنقل وكل، وكتو على الأقل يولي يروح وعنده الوقت باش يتفرهد باش يعمل حاجة باش يقعد مع أولاده أكثر، فما سعادة بالموضوع ذاك أكيد جدا المقابل. نعم بالأخص السعادة، ما لش تقول لي تو عادي شي بداو التبحيرات الخروجات نتاع الصغيرات بربي فرهدوهم لو ماكس صحيح، أما زادة ما تنسيوش عفوا الأنشطة الثقافية اللي ساعة ساعة لازمهم ديما يعملوهم باش ما يخليوش رواحهم كي اللي ينساو شوية، دونك هذا مهم جدا زادة. أي مهم برشا، لازم يحرصوا على الأنشطة الثقافية وما يقعدش الصغير جست يلعب هكاك، فهذا مفيد منه يتسلى ومنه يتعلم ويستفيد، معناها جو عندك بيتيل على كغياض. يمكن زادا هو مش سلبيات، أما إنه النظام الحصة الواحدة زادا باش يولي يخليك إنك قضيتك تولي تنجم تقضيهم كيما الصباح برك مثلا، مش كيما في كثير الأيام، دونك في نظام الحصتين تنجم تقضي ساعات من الإدارات العشية معناها قدير، دونك تو باش تولي ملتزم بهذيك، يمكن هذيك النقطة شوية إنه العبد يخدم يمكن ما يخلطش باش يقضي معناها قدير. بالأخص المدة الأولانية نتاع العمل بنظام الحصة الواحدة، سنسنك ديما كالعادة الخدمة صباح وعشية، دونك باش نوليو شوية ضغط يولي في الصباحات في الماتينال ديما يولي شوية ضغط، دونك لاباس ديما سيسر رواحكم نظموا أوقاتكم شوية شوية في العشية هاكا حاولوا خصصوا الوقت الكافي لعائلاتكم لرواحكم، اتفرهدوا كما يقول محمد الهيشري تفردوا قدر الامكان. يعطيك الصحه مدام مريم، شكرا لك. يا عايشك شكرا لك، مشكورين جدا الحقيقه، وعطله سعيده لك انت زاده. لا انا بنخدم ديما نخدم. يعطيك الصحه، شكرا لك يا مدام مريم جلوز مدربه مختصه في مجال حمايه حريه التعبير وتعزيزها. عطله سعيده للي خرجوا عطله واللي مازالوا كيفنا، احنا ما خرجوش عطله ان شاء الله تخرجوا عطله. أنا هاني ندعي ليا وليكم حسيدوا، ننظموا وقتنا شوية، نحاولوا طبعا نتفردوا قدر الإمكان في بريود السيف، نعرفوا مش كيما الشتاء ديما مربوطين شوية بالخدمة بالصغار بالدار، توا كان نحاولوا أنه زاد نخصصوا وقت لعائلاتنا، نخصصوا وقت لرواحنا بالأخص، نعطيو هكا زاد الأنشطة الثقافية بربي ما تنساوش صغيراتكم فيهم اللي مغروم بحاجة، دور الشباب أكيد موجودين على ذمتكم، المكتبات العمومية زادة ما فيها باس، كان مديرة في الجمعة مديرتين تهزوهم يعملوا الأنشطة الثقافية اللي هما طبعا يحبوها، كل واحد وغرامه الموسيقى كيما أمولة اللي قاعدة نشوف في موسيقى أمولة، أكيد أنت في الصيف عملت أنشطة ثقافية.
وجهك ما يقولش هكاك أمل الجملة. ولكن الحقيقة أبدعتي في تيلة المشوار يا أمولة، أبدعتي في نولي فام الكل، في الموسيقى الحلوة وفي الراحة اللي ديما معاك أمولة. الحقيقة المخرجين الكل برشا 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 بوسيت ليكم، شكرا ليكم. اليوم باش نسمعوكم أغنية أنا نحبها برشا برشا، باش نسمعوكم بعد شوية الغزالة رائعة أمولة، ديزولي باش نقلبوا، باش نسمعوا الغزالة رائعة على خاطر هما توا يسوقوا ولازمهم يعملوا جو أكيد مادام هم يسمعوا فينا احنا. دونك الغزالة رائعة على كاب اف ام. نولي فام ترجع لكم.